السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأكارم، مشاهدي قناة ليبيا لكل الأحرار، مشاهدي برنامج المنبر. اليوم متواجدين في مدرسة 20 أغسطس 15 يناير. سابقا يعني امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم الأحد، وبتبدأ برضو يوم يعني بتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية قريبا إن شاء الله. اليوم احنا موجودين في هذه المدرسة، وحنتواجد بعون الله في مدرسة ثانية لو كان أمكن، باش نشوفوا سير العملية التعليمية كيف ماشي، يعني ناخذوا حتى لقاءات من المعلمين من المعلمات الموجودات، يعني يقولوا لنا كيف ماشيه العمليه، عمليه الامتحانات وكيف سايره. ممكن حتى المصور يخش معنا يعني على طول، احنا باش حتى يعني للتاكيد احنا حبينا ان تكون عمليه فجائيه، تكون العمليه بشكل غير منسق. يعني مشاهدينا الكرام، لازلنا في مدرسة 20 أغسطس اللي هي 15 تير سابقا. شفنا ممكن بعض اللقطات يعني بعض اللجان في المدرسة. ممكن معنا أحد المعلمات تقول لنا ممكن نوقفوا معها أكثر على الموضوع هذا. تعرفين على اسمك؟ صبحية سالم. أستاذ صبحية، احنا موجودين يعني احنا جينا ممكن بشكل فجائي، وهذا ركزنا عليه بشكل كبير، ان يكون الموضوع يعني عفوي واللي موجود نصوره. لاحظنا ان يعني في تنظيم كبير في الامتحانات، يعني هل من بداية يوم الأحد من بداية الامتحانات كانت الأمور سايرة على أحسن ما يرام؟ يعني والله احنا بادين جهدنا والحمد لله، والأمور ماشية، يعني الطلبة مرتاحين والجو ملائم، واحنا موفرين لهم يعني الراحة الحمد لله ماشي الامور تمام ان شاء الله. فيما يخص الاسئله مثلا، هل فيه مشاكل في الاسئله؟ احنا نعرف ان الاسئله مش مقاليه، هي يعني تضليليه على ما اعتقد، فهل واجهتوا حتى مشاكل في لا والله لعند الان ما واجهتناش اي مشاكل، وماشي الامور تمام ان شاء الله يعني. والطلبه يعني في متفاوت، في اللي يطلع حتى قبل الوقت، احنا نحاول نهدوه ونقولوا له يعني مازال وراجع وكل، لكن في الطلبه يعني تعرف انت متفاوت يعني بالنسبة للذكاء الطالب. أيوة طيب، احنا كل ما يجي امتحانات شهادة اعدادية او نقل او يكثر موضوع، يعني يكثر التحدث عن موضوع الغش ومواضيع هذه، يعني هل قابلتك حالات غش مثلا، حتى على الاقل حتى في امتحانات النقل بغض النظر عن امتحانات والله شهادة؟ تقدر تقول احنا اللجنة هنا في المدرسة يعني نداري، والحمد لله عن طلبتنا ما شاء الله يعني ما احتاجوش لي غش ولا لي، واحنا مسيطرين على الوضع والحمد لله. واللي عند الان ما صادفتناش اي، بالنسبه لي انا اللي جا اللي خشيت لهم ما صادفتناش اي حاله غش ولا اي، يعني ما شاء الله عليهم يعني الحق. طيب انا سامحيني ناخذ اكبر قدر ممكن من المعلومات منك، يعني لما انت كمعلمه تجي وتشوفي الطالب مثلا جاي خاش اللجنه بتاع وبعد ما يكمل امتحانه، هل تشوفي في العمليه هذه كلها، هل تشوفي في اي شيء ناقص مثلا، في امكانيات، في مثلا اي امكانيات مثلا مقاعد، اي امكانيات يعني تحفز الطالب انه يعني يدير افضل، يجاوب افضل، يعني امكانيات هذه ناقصه تبي التوفير يعني بنظرك؟ والله كل الامكانيات احنا وفرناها من قبل الامتحانات يعني بمده، وحرصنا ان نكون يعني الراحه الكامله للطالب. وتعرف انها تلت اعدادي يعني الشهاده الاعداديه، يعني كان حتى مداري لهم تيست قبلها، ويعني مدربينهم حتى على كيفية الامتحان، والحمد لله يعني ما فيش أي مشكلة لعند الآن، ما صادفتناش أي مشكلة والحمد لله. شكرا لك، بارك الله. عفوا، شكرا. متواصلين مشاهدينا الكرام في متابعتنا لامتحانات الشهاده الاعداديه في مدرسه 20 اغسطس. احنا تو خشينا للجنه، يعني السلام عليكم، سامحونا احنا على الازعاج لكن نبغى ناخذه بس. السلام عليكم استاذ، على ما اعتقد انت يعني تعرفينا بس باسمك، اعتقد انك نائب رئيس لجنه الامتحانات، تعرفينا بس باسمك. خير يا رمضان موسى.
أستاذة خيرية، طبعا الامتحانات كل ما يجي امتحانات الناس تقعد يعني لها رهبتها، الطالب عنده رهبته، برضو المعلم يعني متخوف شوية يعني من من من, من الامتحانات، من وجود مثلا بعض حالات الغش، أو أيضا أنتم خايفين شوية من قصة الترتيبات ومن القصص هذه. أنا بس نبي نهدرز معاك في المواضيع هذه، الامتحانات متاع الشهادة الإعدادية السنة هذه، في البداية هل واجهتوا أي مشكلة مثلا في الأعداد، في المواد مثلا، في أي مشكلة مثلا مشاكل؟ لا والله ما واجهناش، كنا هي صح كنا متخوفين من أمور يعني وضع البلاد وهيك، كنا متخوفين من حتى حاجات خارجية يعني من البلاد، لكن عندنا ثقة يعني كانت في صغارنا وفي المنطقة متاعنا إن هم مش متاعين مشاكل والله متاعين كذا، لكن كنا خايفين من حاجة خارجية، لكن الحمد لله لساعة الآن ما صارتش أي حاجة، وأعضاء اللجنة والملاحظين وكذا يعني ماشية الأمور كلها تمام الحمد لله. أنا بس يعني قبل حتى ما نخش معك في المواضيع الثانية، يعني حتى نقصد لك حتى على الشارع الليبي كل ما يجي امتحانات خصوصا الشهادات أو النقل، يعني يكثر موضوع التحدث عن موضوع الغش، موضوع يعني مواضيع كثيرة احنا ما شفناهاش، بالرغم ان احنا حرصنا في زيارتنا هذه انها تكون زيارة فجائية وبشكل مفاجئ جدا، حتى مديرة المدرسة يعني ضمنت لنا الشيء هذا، ان احنا ركبنا على طول وما لاحظناش اي شيء مريب او شيء مثل هذا القبيل. يعني في خلال عملكم، في حالة وجود حالة غش مثلا، كيف ممكن تتعاملوا معها؟ هل وجدتوا من خلال يوم الاحد او اثنين واليوم احنا ثلاث، هل يعني وجدتوا اي حالة غش، محاولة منها شيء منها؟ والله لساعة الان ما صادفتناش اي حالة الحمد لله يعني، وبعون الله ما يصيرش، لانها هم الطلبة من اول يوم يعرفوا الوضع، طالما وضع الملاحظات ووضع المراقبين واللجنة بتكون وضع يعني حازم ووضع كذا مش هيحاولوا، فهمتني كيف؟ فهمت قصدي كيف ولا لا؟ ايوه، ففي عون الله ما تصير. اعتقد ان حتى نوع الاسئله هو يعني مساهم في الشيء هذا، ان الطالب يعني حتى الاسئله تعتبر اسئله تضليليه، اسئله يعني ما هيش صعبه بشكل كبير، ولكن تمام ممكن ناخذ حتى الأبلة، بس تعرفينا باسمك أبلة مش على الاقل نقدر نتكلم معك. أبلة عواطف فرجاني، طبعا تخصص ماده لغه عربيه، اليومين اللي فاتوا طبعا كانت مادتي بصراحه النحو، فعلا في شويه تركيز شويه يعني في شويه تركيز الماده، وما اللي طبعا الطالب اللي قاري واللي متابع من بدايه السنه صراحه كان مرتاحين، وفي طلبه اللي فيها شويه صعوبه ونازلين على اساس ان الماده صعبه شويه ومركزه، غير السنوات اللي احنا نمر وجينا في لجان وجينا امتحانات ونفسها تضليل، لكن سهله، لكن السنه هذه النحو في شويه تركيز، مركز معناها النحو السنه هذه. طيب قبل ان نطلع بك شويه من جو الامتحانات، يعني فيما يخص العمليه، سير العمليه، عمليه الامتحانات، يعني فيما يخص موضوع الأسئلة، هل مثلا وزارة التعليم أو من يضع الأسئلة على الأقل يتواصل مثلا مع معلمي المدارس مثلا في المادة الفلانية، أم يتم وضع الأسئلة بشكل منهم هم؟ لا ما فيش الدواء هذه، بس في عندنا موجهين احنا تربويين، لا ما فيش أي ملاحظات سواء كانت سلبية ولا إيجابية ما ينقلوش فيها الموجهين، الحق معناها ما يجوش يجوها كي زياراتنا دي العادية ونفس الروتينية التقليدية، ما فيش حاجة جديدة يجيبوها معهم، لكن تفاجئوا في الامتحانات، في الامتحانات يعني تواجهوا بحاجات يعني. السنة هذه مثلا تفاجأتوا بمشكلة في، خصوصا أنا أعرف أن أعتقد يوم الأحد كانت النحو، فهل يعني كانت فيه مشكلة فعلا حقيقية ولا مجرد حالات معينة؟ لا والله شوية صراحة النحو ما نكذبش عليك، توا أمس النصوص والمادة والقراءة كانت صراحة في متناول الطلبة كلهم، لكن في النحو لا، اللي ما يضلاش معنا فعلا قبل المادة نتاعها كانت معاه من الأول ومتابع يعني كل دقيقة يعني ومستغلة كل حصص، الطلبة راهو مش حي ما يديروش نتيجة مش حيجيبوا، وبالدليل الإنجليزي قد السنة أو اليوم إنجليزي معلم مش مادتي لكن نتكلم عليها، البلاد يتكلموا دائما على إن الحصة ما تكفيهمش يكفلوا يعني يكملوا منهجهم ويعطوا فرصة حتى للطلبة إن يزيدوهم حصص زيادة، يكلموا فيهم كل مرة الحصة ما تسعدناش راه ما نلحقوش، فعلا النتيجة نلقوا فيها كل سنة في الإنجليزي تواجه فيها ان الطلبه يتعبوا في الانجليزي، لاش لان مدرسات الماده مش لاقيين راحتهم، في عطي يا دوبك يلحقوا يعطوا منهج بس فيش توسع ما فيش عرفت، والمده الحصص شويه يقول يشكو منها ديما. بس قبل هذه مشكله الانجليزي يعني هذه ما هيش مشكله جديده، هذه مشكله من حتى لما كنت انا نقرا في الاعدادي في الثانوي، هذه كانت مشكله يعني، فكيف شنو هي الرساله اللي ممكن توصليها
لوزارة التعليم للجهات المختصة أن هي تضعها في عين الاعتبار، مش بس في الإنجليزي، في جميع المواد يعني. والله شو بقول لك يا أخي، والله شو بقول صراحة، المناهج هي المناهج بصراحة تبيها ولا تشجلوها وتخلوها. المناهج مش ماشية معنا، جابوها هكي من طول، جابوها حطوها لنا هني، لا دورات توسيعية للأبلات تستوعبها، هي أبلات في أبلات تلقاها مش مسوعة بالمادة، مازال جديدة عليهم راه. والله يلا والله بصراحة الصراحة يعني مناهج جابوهم لنا ما فيش، مش الحق الحق. برضو نكملوا بس مع على سير الامتحانات، وممكن حتى الابلات لو كانوا يبوا يتكلموا معنا. احنا يعني انتم الناس القديمه، ناس نقولوا فيها احنا الناس الزمنيه اللي في الامتحانات وفي العمليه التعليميه، نبوا اكبر قدر ممكن من المعلومات يعني ناخذهم منكم. انتم اعتقد امتحنتوا الاحد كانت فيه مادتين واثنين كانت فيه، اليوم تستمر يعني اليوم الاربعاء ان شاء الله، اليوم الثلاث اخر يوم الثلاث الجاي يعني. مش الاسبوع، مش اليوم، الاسبوع الجاي. طيب مثلا ما واجهتكمش مشكله في الاماكن، مثلا الفصول، هل في مثلا نقص في الفصول، فيه نقص مثلا في المقاعد، نقص في يعني المواد؟ انا حتى سالتك في المره الاولى، لكن يعني نكرر ممكن حتى السؤال من طريقه ثانيه، يعني فيما يخص الامتحانات تحديدا، يعني مرات يعني ما فيش مثلا مقاعد كافيه، ما فيش لجان كافيه، ما فيش حتى ملاحظين كافيين، هل حتى الملاحظين يعني المراقبين اساتذه يعني فيه عدد متوفر كويس؟ هي فكرة انه هو كل مدرسة تدير امتحاناتها في المدرسة، فهمتني؟ هذه فكرة طبعا تطبق اول سنة، طبعا هني رأيني يعني لي كم سنة في الامتحانات وهكي، معناها انجح سنة تعتبر. اول المدرسات لهم خبرة بطلبة متاعهم اكثر من مدارس لما جوهم جدد، وحتى الطلبة بيكون محترمين مدرساتهم وادارتهم اكثر من طلبة تانين، فهمتني كيف ولا لا؟ وبعدين كحنا كأعضاء هيئة تدريس في المدرسة عندنا فكرة بمدرستنا، فهمتني؟ وين نحط أني لجنة، وين نحط طلبة هنا، وين نحط كنترول هنا، وين الفصل هذا نقدر نجهزه كفصل دراسي، وين هذا، فهمتني كيف ولا لا؟ وين نقدر، وانت عندك علم أن المقاعد هذه كانت ثابتة بمعاونة الرجال بتاع المدرسة، يعني أعضاء هيئة التدريس المدرسين هم اللي قضوا المقاعد ورقبوهن في فصول تانية، بحيث احنا درنا اللجنة كلها فوق باش ما تصيرناش مضايقات لوطة. فطبعا فالاعداد هذا كله كان اعطاه هيئة التدريس نفسها، فمعنا ما حسناش اي تعب يعني الحق. مرات انت ذكرت الجانب الايجابي بس، يعني مش هذا، مش راي، هذا ممكن راي المشاهد. مرات يقول لك حتى مثلا يعني من جانب ثاني، ان يعني الموضوع ان الطلبه يمتحنوا في ناس مدرستهم ممكن يكون سلبي في قصه مثلا ان عارفين. انا بس نقول لك راي ثاني، يعني انا ماهوش راي، لان احنا حابين ديما لما حتى نتكلموا ناخذوا الراي والاخر باش على الاقل نعرفوا الاجابات. يعني مرات يقولوا لا والله منهم فيهم مثلا، مرات في ابله سهله، مرات في كذا، يعني شنو رايك؟ والله يعني هذا التعليق علقته حتى امس في الفيس، فهمتني؟ هذا يعني على قدره المدرسه وعلى ثقتها وعلى خوفها من ربي، فهمتني؟ هذه اذا كان هالمدرسه معناها انسانه مؤمنه وانسانه تخاف ربي وتخاف كذا، سواء كانت في مدرستها او في مدرسه ثانيه، يعني سوا. بس نبي نعرف عدد الطلبه، وهل هي المدرسه مختلطه ام بنين بس؟ لا، المدرسه مختلطه هي، وعدد الطلبه اجمالي 96 طالب ما بين مدرستين، مدرستنا احنا 20 أغسطس ومدرسة النجوم الزاهرة دامجينهم. وفي نقطة برضو إيجابية السنة هذه داروها كتعليم يعني بلاش علاقة يعني كويسة، قبل كانوا لما يدمجوا مدرستين إنه يحطوا مدرسة مثلا مدرستنا احنا حتى عدد لجان، مثلا لجنة 1 2 3 مدرسة، ومثلا 4 5 6 مثلا المدرسة الثانية. لكن السنة هذه جاءت تسلسل كله من التعليم حسب الحروف الأبجدية يعني مختلط، بحيث أني لما نحط ملاحظة مثلا، فهمتني؟ ما يهمنيش لا 20 أغسطس ولا النجوم الزاهرة، فهمتني كيف ولا لا؟ طلبة مخلطين يعني تعتبري شيء إيجابي كبير، ما فيش سلبية يعني، ما واجهتوش مشاكل؟ لا 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 لا، جدا جدا يعني. أنا بروحي حتى بيني وبين ربي، أنا لما نحط الملاحظة سوا صغار يعني هادو مايا زي من النجوم الزاهرة أو 20 أغسطس نفس الطلبة. والله إن شاء الله ربي ينجح الجميع، وإن شاء الله ربي يوفقنا. الأستاذات لو كانوا حابين يتكلموا معي.
تمام، بارك الله فيك، بارك الله فيكم أبلات، وإن شاء الله موفقين. مشاهدينا الكرام، زي ما عرفنا وهدرزنا مع الأبلات الموجودات وشفنا برضو العملية التعليمية في مدرسة 20 أغسطس، نحاول ممكن ناخذ مزيد من اللقاءات، ولو ما أخذناش بعض اللقاءات الأخرى بعون الله حنتوجه لمدرسة ثانية على الأقل نلحقوا على جزء بسيط من الامتحانات الأخرى. نورة بالقاسم الزواري. نورة، أنت موجودة، إحنا ما بوش حتى نعطلوك باش تلهي في الإجابة بتاعك. يعني في الموضوع الامتحانات، أنت بديتي من يوم لحد، هل واجهتي أي مشاكل مثلا في أي مادة مثلا، أو حتى في طريقة دراستك في أي مادة من المواد؟ نعم الحمد لله كويسة ماشية. مدرسة يعني كمراقبة كأبلات كويسات ولا 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 مثلا فيه في بعض الأحيان مثلا المراقبة مثلا ما تكونش يعني ما تكونش متشددة مع الطالبات الثانيات، مثلا تكون في مثلا بعض الحالات المفروض ما تكونش؟ لا لا مراقبة ما شاء الله. طيب اليوم عندكم أعتقد إنجليزي، هل مثلا الأسئلة كويسة واعرة ما واعرة؟ لأن احنا خدينا حتى مع الأبلات قالوا لنا أن الأسئلة ممكن يعني بالنظر إلى يعني حتى في المنهج كان فيه نقص في الأبلات أو نقص في الوعاء الزمني بتاع مادة الإنجليزي، فأثر على الامتحان. هل هذا أثر عليك أنت ولا ما أثرش عليك يعني؟ هم أثر هو لا، لكن عادي ماشي الحال. ما عندكش أي مشاكل؟ لا الحمد لله. شكرا، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة انتصار محمد البنتراري. أستاذة، أنت حاليا يعني موجودة في أحد اللجان، يعني لجان الامتحانات في مدرسة 20 أغسطس واللي هي مختلطة بين مدرسة نجوم الزاهرة. في البداية يعني من يوم الأحد، هل واجهتوا أي مشاكل مثلا كملاحظين في طريقة مثلا تنظيم الملاحظين في أي حاجة يعني في اللجان، أم مشت الأمور يعني على ما هو؟ بالنسبة لمشاكل ما فيش مشاكل، بس تعتبر عند الطلبة شوية الأسئلة مركزة، وقالوا في أخطاء في مادة النحو في نوع من الأسئلة، كان فيه شوية نوع من الأخطاء، بس هو والأسئلة صعبة شوية عليهم، لكن الحمد لله ما فيش مشاكل مع الطلبة ومع الأساتذة. يعني في موضوع حتى الإنجليزي اليوم حتخدينا حتى مع الأبلات بعض يعني اخدينا رأيهم في الموضوع، قالوا إن الوعاء الزمني اللي هو شوية لأبلات الإنجليش يعني كان أثر في الطلبة وأثر في فهمهم ممكن، وأثر حتى اليوم في الامتحان. يعني هل من خلال مراقبتك يعني هل بلغوك طالبات بأي شيء من هذا القبيل؟ أكيد بلغوني إن الأسئلة مركزة، وبعدين الوقت شوية الوقت ضيق بالنسبة لهم في الإجابة. يعني وقت الامتحان تقصدي قداش الفترة هي؟ تقريبا ساعتين ونص. ايه، والأسئلة طويلة ومركزة هلبة، حتى الطالب الممتاز استصعبها في من بداية الأمر، يعني مش من السهل إن هيك تجي الأسئلة زي ما هو. بنعطيك معلومة سادة، احنا لما بتعطي المدرسة بتشرح للطالب وبتعطيه الأسئلة لفترة سنة كاملة، تختلف لما بتجي في الفترة النهائية. الفترة النهائية ما تجيش نفس المدرسة بتعطي الأسئلة، بيعطوها ناس متخصصين تانيين، فهيك الطالب هو مستصعبها شوية، لأن هي تعتبر تجربة جديدة عليه، خصوصا هذه بتاع التضليل، فهم خايفين منها شوية الطلبة. ما تحسيش انه المفروض يعني ما يخافوش؟ المفروض ان هي هذه حتى طريقة سهلة، يعني طالب عليه انه اهدى، اقرأ القرآن بشوية بشوية، عاود السؤال، ما تجاوبش طول في ورقة الإجابة، اقرأ مرة واثنين وثلاثة بشوية، لكن اهو نسهل وان شاء الله بيسهلها لهم اجمعين. يعني كل ما يجي فترة امتحانات، ان السؤال هذا نفسه سألته للأبلات يكثر، موضوع حتى في الشارع الليبي في الإعلام عليه، موضوع مثلا وجود بعض حالات الغش، يعني كمعلمات حتى في امتحانات النقل، هل لاحظتوا مثلا بعض حالات الغش، يعني حتى محاولة غش يعني؟ لا والله، يعني بالنسبة لي انا راقبت لي 3 أيام ما لاحظتش محاولة غش، بالعكس تو حسيت السنين ما زال في ليونة شوية ما بين الطالب والمدرسة، ما عادش في هذه الغش زي زمان. تو فترات اللي فاتت زمان كان في غش كثير، اما تو السنين تبارك الرحمن ما فيش يعني غش. مشاهدينا الكرام، قبل ما نطلع من مدرسة 20 أغسطس واللي هي تمتحن فيها، اللي هي 15 سابقا تمتحن فيها المدرسة هذه مدرسة نجوم الزاهرة، شفنا الامتحانات كيف ماشية، أعتقد أنها ماشية على الأقل بوضع سليم، بوضع جيد، على الأقل جيد جدا يعني. وقبل ما نطلع ممكن ناخذ الأستاذة مديرة المدرسة، تعرفينا باسمك؟ نجية العزابي.
استاذه نجيه، نبني يعني معك بشكل عام، ويعني يا ريت حتى نبغى نستفيدوا من خبرتك ومن وجودك هنا. يعني المدرسه قديش فيها طالب يمتحن حاليا؟ قديش فيها مثلا عدد ملاحظين حتى تقريبا يعني؟ طبعا بالنسبه للطلبه زي ما قلت انت 20 اغسطس والنجوم الزاهره اللي هو 98 طالب وطالبه يمتحنوا توا في شهاده اتمام مرحله التعليم الاساسي. بالنسبه للملاحظين 20 ملاحظ، والمراقبين طبعا 7 اللي هم بهم رئيس اللجنه. والامتحانات ماشيه كويس ممتاز، يعني على حسب ما كل يوم احنا مواكبين الامتحانات مع اللجنه كويسه، يعني ماشيه كويسه الحمد لله. يعني انا اعرفها ماشيه كويسه لكن نبغى نخش في التفاصيل اكثر. اللجان يعني كلجان قديش عندكم لجنه؟ وهل هذه اللجان يعني فيها المواد اللازمه للطالب ان هو يجاوب بشكل مناسب، مثلا المقاعد يعني حتى الاوراق يعني كافه الامور يعني فيما يخص المواد متوفره ما فيهاش مشكله؟ والله الحمد لله، يعني اللي موجود ان بالنسبه للطالب حاولنا وان شاء الله، هو يقول الواحد بيقول 100% لا، لكن بالنسبه للمقاعد اللي هي المقاعد موجوده عندنا اللي هي طبعا من النوعيه الحديثه تعتبر يعني، وهذه طبعا احنا موجوده كل فصل فيه 15 مقعد 30 طالب اثناء السنه الدراسيه، لكن تو طبعا كل طالب كل مقعد فيه طالب، فاحنا اضطرينا ان احنا نركبه من الدور الاول للدور الثاني، ممكن فيه مقعد اثنين ممكن هيك يعني، لكن الباقي كله مقاعد كويسه. بالنسبه للاوراق طبعا تجي من قسم الامتحانات العامه والاوراق كامله، وطالب وطبعا بالنسبه لتوفير الاقلام والحاجات هذه وفرنا قبل الامتحانات، وحاولنا ان ما تصيرش اي حاجه فيها عجز بالنسبه استعدادات الامتحانات يعني بالنسبه للطلبه. بما ان الاسئله توصل يعني من الوزاره او من اداره الامتحانات، هل مثلا هو احنا في ثالث يوم او يعني رابع امتحان يعتبر اعتقد، هل مثلا صار تاخير مثلا في قصه وصول الاسئله؟ يعني قبل هذا كان يصير الشيء هذا اعتقد، فهل حاليا يعني في حالات هيك ام يعني حتى في النقل؟ حتى في النقل اعتقد لو كان انتم درتوا امتحانات نقل اكيد، هل في حالات مثلا تاخير اسئله او شيء من هذا القبيل؟ بالنسبه طبعا لمرحله النقل اللي كملناها تو احنا في فتره الرصد، رصد الدرجات واستعداد لاعلان النتيجه، طبعا الاسئله من احنا واحنا اللي طبعناها واحنا اللي وزعناها، لكن بالنسبه لشهاده اتمام مرحله التعليم الاساسي اللي هو التاسع، الاسئله لحد اليوم وصلت في وقتها بالضبط، يعني سلمها المسؤول اللي هو طبعا في اللجنه اللي هو واحد من المراقبين، احنا كلفناه يمشي بسيارته هو ورئيس اللجنه ويجيبوا الاسئله، والاسئله توصل في وقتها بالضبط، يعني الطالب لما يخش على طول يتوزع الاسئله، الساعه 8 بالضبط نوزعوا الاسئله. كطلاب مثلا ما تاخروش مثلا في حضورهم في حالات مثلا منها؟ والله تعرف قبل الامتحانات واحنا ننبهوا، بالنسبه ل 20 اغسطس بالنسبه للنجوم الزاهره الباينه ان هم منبهينهم، فالحمد لله يعني اللي تو ما جاناش حد تاخير بكري، في طالبه جت بعد 5 دقائق، يعني 5 دقائق ممكن من فم الباب لهنايا، هذه الوحيده اللي اول مره نكتشف، يعني اللي هي تاخرت من حاجه بسيطه وجابها ابوها وقال السياره مسير، لكن هي كلها 5 دقائق 4 دقائق تعتبر ما وصلت المدرسه، لكن الباقي كلهم يجوا، واحنا نبهناهم قلنا لهم من الساعه 7 تبدا تجوا للسبعة ونص، فنلاحظ ان الطلبه يعني اكثر حاجه 8 الا ربع، لان احنا بعدين ندير لهم طابور ونخششهم لجان، يعني مواظبين ما فيش اي مشاكل الحمد لله. والله الحمد لله، وهذه حاجه معناها كويسه يعني، حتى من اهتمام من ولي الامر واهتمام من الطالب نفسه الحمد لله يعني. طيب يعني الشارع الليبي كل ما يكون في امتحانات يعني في اي يعني سواء نقل او شهاده اتمام الشهاده العدديه او الثانويه، يكثر موضوع التحدث عن مثلا حالات غش من هذا القبيل، هل مثلا مدرستكم فيها مثلا انت مديره مدرسه يقول احنا نقول مثلا ليبي شكرت العروسه ما خلتها، لكن احنا واثقين يعني في صراحتك وفي موضوعيتك يعني؟ لا والله لو فيه اي حاجه والله ما نخبي الحقائق. انا اول حاجه بالنسبه اللجنة، لجنة الامتحانات السنة هذه لأول مرة اللجنة تكون من نفس المدرسة، والكنترول اللي هو لجنة الإشراف والمراقبة من نفس المدرسة. أنا طبعا بصفتي كمديرة المدرسة حاولت أنني نحط أصحاب الثقة 200% والحمد لله، معناها حاولت. وبعدين احنا يعني مرينا بالتعليم لمدة 38 سنة يعني في التعليم، فما دابينا الأجيال الأولى شفناهم احنا امتحانات، وطبعا تسمعوا أنتوا أن الامتحانات كانت تمشي مضبوط 100%، وبعدين صار فيها خلل في سنوات الثمانينات والتسعينات،
هذا كان خلل غير عادي بالنسبة للامتحانات، لكن تو السنتين هذا حاولنا نحن بنواكبه بننجحوا ثورة 17 فبراير من خلال إعداد جيل اللي هو يبنيها اللي هو عماد الأمة. حاولنا يعني احنا لأن شفنا شن صاير قبل، فحاولنا توا ان احنا نخلوا الطلبه هادو نعودوهم بان الغش ما هي صفه كويسه، سواء كانت ما هي الصفه اللي اصلا دعا الرسول عليه الصلاه والسلام لنبدها يعني. واحنا كاجيال مرت علينا اجيال كبيره وطويل وحاليا خريجين يعني لهم 30 لهم 20 سنه اللي هم درسناهم احنا، فحاولنا ان احنا نكونوا جيل واعي، جيل ينبذ الغش، جيل يسعى للأفضل يعني لحماية بلاده وأمنه وثورته اللي ضحى بأعداد كبيرة من الشهداء في أجله بأجلها. فشني احنا حاليا نحاول أن احنا ننجحوا التعليم، لأن التعليم في فترة من الأوقات كان فشل لما لا نهاية يعني، وهذا كان السبب في تخريج أعداد ممكن فيهم طبعا الناجح وفيهم اللي هو بطريقة الغش نعرفوها، هذه ظاهرة عايشينها احنا الليبيين، ما يقدرش واحد يقول لا كنا احنا كنا لا، لكن تو حاليا والله حاولنا يعني. طيب تمام. ممكن مدرستكم ما فيهاش حالة غش، لكن كظاهرة غش عامة في ليبيا هي ظاهرة موجودة، وهذا يعني نتمنوها ان هي تقل، لكن يعني بنظرك كمعلمة على الأقل لها باع يعني في مجال التعليم، كيف ممكن نتغلبوا على حالات الغش هذه، خصوصا ان يعني مرات مش حتى الطالب بس يغش، مش يعني المعلمة حتى هي تكون مشجعة على الشيء هذا يعني شنو رأيك في الموضوع هذا قبل ما ننهم؟ صح، أول حاجة المفروض باش نقضي على عملية الغش هذه طول السنة الدراسية المفروض يكون فيه محاضرات ودروس ونستعملوا الناحية الدينية في الحالة هذه، لأن احنا ما ننسوش أن عائلاتنا الليبية أكثرها عائلات متمسكة بالدين الإسلامي وعارفة بأن الغش صفة منبوذة وهي ضد الإسلام، ضد الإسلام وضد أخلاقيات الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه نقطة. النقطة الثانية، المفروض الطالب الولي الأمر هو اللي يغرس في ابنه أن هذا غلط، ما يجيش ولي الأمر ويحاول أنه هو يغشش ولده، ولا مثلا من برا زي ما كانت الإجابات تخش للجان، وهذا موجود يعني موجود حتى الآن موجود عايشين عامة يعني. فاحنا الطالب اول حاجه نغرسه في الطالب ان هذه الصفه صفه يجب ان نبدأ ونفهموه ونفكروه بها يعني. السنة الدراسية اللي فاتت هي احنا عندنا فصلين تاسع في 20 أغسطس، وطبعا فيش نقدر نشاهده حتى المدرسات، حاولنا ان احنا نعطوا محاضرات بين حين لآخر، انك انت ما تستعدش ان تحساب ان تجي وتغشره، راهي لازم تكون مستعد للامتحانات. انا قبل ما ننهي معاك اخر سؤال يعني، ما تحسيش ان يعني الغش في اسئله من هذا القبيل يعني، اسئله تضليليه انا نحس فيها، اسئله بسيطه واسئله سهله يعني. احنا قبل في 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 وقتنا احنا كانت اسئله مقاليه وعرف وتكلم عن يعني، كانت اسئله صعبه يعني، ممكن حتى نقول كنا فعلا كنا نشوفه في حالات غش قدامنا، حالات صح جماعيه يعني بشكل واضح جدا، لكن ما تريش انها توا يعني الامر ما يحتاجش يعني حتى يعني. هو طبعا بالنسبه للتضليل هو نفس السؤال موجود مثلا في رقم كذا في الورقه هذه موجود في الرقم الثاني، انا نقول لك كلمه اللي هي ممكن احنا من العناصر القديمه الطريقه هذه ما انا شخصيا ما عجبتنيش نهائيا، ولامس نكلم قلت المفروض يرجعوا للطرق الاولى، المفروض يرجعوا لها، لان هذه خلت الطالب حتى الكتابه ما عادش يكتب، بدا اعتماد على الورقه التضليل يعني شنو بيضل البس، لكن اول حاجه بعد عن اللغه العربيه وعن لغه القران، المفروض يحسن خطه، لكن هذه خلت وهذه لاحظتها هاني خلت الطلبه في لما يخشوا الثانوي وبعدين بعدها حتى املائيا غلط الخط يعني، ما مش هذاك الخط، لان احنا ساهمنا في القضاء على حاجه اسمها الخط العربي، فيعني نحس ان هي ممكن. توصياتك على الموضوع هذا؟ والله المفروض ان انا هيك نقول انا المفروض الطريقه ما هيش تضليل، الطريقه الحديثه هي تمشيش معانا احنا يعني. تتمنى ان يغيروها مثلا في السنه الجايه؟ يعني هذا قلت حتى لبعض الموجهين وقلت حتى للتعليم وكتبتها في نقاط كتبتهم حتى للتعليم في يوم الايام، على اساس ان المفروض ترجع لنا اللي هي الطريقه المقاليه، المفروض ترجع حفاظا على لغه القران اللي هي اللغه العربيه، حفاظا على لغتنا اللي احنا نفتخروا بها يعني، ما انا نحس ان هي ما هيش صحيحه يعني.
شكرا لك استاذه، بارك الله فيك. لكن عندك اضافه ثانيه قبل ما ننهي معك؟ شكرا جزيلا لكم، وشكرا لقناه الاحرار ليبيا الاحرار، لان هذه من القنوات الرائده اللي هي اول قناه احنا فتحناها ايام الاحداث وكنا نتفرجوا عليها، وبصراحه من انجح القنوات واني تعجبني برامجها، وراهي لعلمكم يوميا نفتح عليها من اول مره واحنا هنا نفتح ونتفرج على البرامج بتاعها، ومن انجح القنوات. بارك الله فيك يعني، حتى انت بارك الله فيك يعني اللي موجود بنقول لك بارك الله فيك استاذه، حتى انت ما شاء الله رائده، بارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. اذا المشاهدين الكرام بهذا يعني نختتم على الاقل زيارتنا في مسجد 20 اغسطس، واللي هي زي ما ذكرنا وعودنا ان يمتحنوا فيها يعني زوز مدارس اللي هي مسجد 20 اغسطس 15 خير سابقا ونجوم الزاهره يعني، وحننتقلوا الان الى مسجد اخرى ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام متواصلين في برنامجنا المنبر ولقاءاتنا اليوم حول عمليه الامتحانات وسير الامتحانات. انت عارف عليك قبل كل شيء طه مصطفى شلابي، طبعا طالب انت في تمام. طه انت يعني يوم لحد بدأتوا امتحاناتكم يعني، كطالب لما خشيت الامتحانات شو نفسيتك يعني؟ هل ما فيش حاجه مثلا مأثر على نفسيتك مثلا؟ الاسئله واعره، ماده مثلا خايف منها هيك، ولا الامور تمام؟ لا الحمد لله الامور طيبه، الاسئله سهله وبسيطه، وانت في متناول الجميع انه يحلوا هذه الاسئله، ما عنديش مادك خايف منها ولا حاجه. احنا قالوا لنا حتى الاساتذه انه يوم الاحد مثلا كانت في حتى ماده النحو كانت يعني فيها اشكاليه يعني في بعض الطلبه، هل انت امورك تمام شفت فيها ولا امور تمام الحمد لله؟ ما سهله قصدي عندنا. علاش كانت اشكاليه؟ شنو هي الاشكاليه؟ كانت لنا فسطها اسئله جايبينها مركزه شويه لكن سهله، مش فسطها الصعوبه يعني. ترى انت حتى اللي صارت له مشكله انه هو مثلا ما قراش او هو ما ركزش. ايوه كما قصدك انا ما قراش، لان القاري يزبطك في حل الاسئله انها سهله، هي مش صعبه هلا. تمام. طه انتم قبل طبعا قبل كنتوا تمتحنوا في كتابه وهيك، ما كنتوش بشكل تضليل يعني، لما دلوكم بشكل تضليل هل تحس انه حتى يعني حتى بشكل خاص نجي معك حتى مش كطالب يعني، تحس ان زملائك مثلا ما عادش بدو يقروا مثلا، ما عادش بدو في تركيز؟ هل بدت لا في خيارات هي لا واضحه اكيد مثلا حتكون سهله اكيد كذا، هل تحس في الجزء هذا فعلا صح ولا كلامي غلط؟ لا صح كلامك صح، لان في بعض الطلاب انه يحسبوا ان الاسئله جو طول، لان هو يجيب لك سؤال ويجيب لك الاجوبه نتاع انه بيجاوبته، ما يحسبهاش هيك صعبه شويه يعني. انت جوك انا مش موسى عيسى، معناها واضحه الخيار يعني. واضحه، ما هي قصدي هي المفروض يقرا، لان في بعض من الاسئله يجيبوا فهم من وسط الكتاب، لكن لازم تقرا، مش انه بيجيب لك سؤال وتحسب سهل تجاوب على طول. اليوم الانجليزي برضو، وقبل ما نخش في الانجليزي، المراقبات او الاستاذات يعني احنا بعد عليهم شوي، مش حتى كان قلت حاجه عادي يعني، هل يعني فيه مشكله مثلا تحس ان الاستاذه مثلا متسهله تخلي مثلا في الطلبه ممكن ان هم مثلا يسموا او شيء؟ احنا نعرفه طبعا ليبيين ونعرفه بعضنا، مرات تكون في حالات هيك، لكن احنا حاليا لما جينا ما لقيناش في اي حالات. كطالب انت هل شفت مثلا حالاتك ولا لا؟ لا ما شفت الصراحه، انا في الاول اللجنه نتاعتي مراقبه كويس وما فيش ولا حتى غش ولا حاجه الحمد لله. كمراقبات هل هم كويسات من جميع النواحي ولا لا؟ كويسات من جميع النواحي، ما فصلتهم شيء وراقبوا كويس وما فصلتش شيء، كله ماشي الحمد لله كويس. باهي تمام، انا ناخذ منك اكبر قدر من المعلومات لان لقيتك تدوي هيك حتى مطلوق شويه. لما انت كجيت حتى كاول يوم او حتى اليوم كل يوم لما تجي، هل مثلا عندك مشكله في المقعد، مشكله في مثلا اي مشكله تواجهها مثلا انت كطالب من لما تطلع من حوشك يعني لي توصل للمدرسه، هل تواجه فيك اي مشكله تعيقك انك انت يعني تجاوب كويس في 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 دراستك يعني؟ يعني هل ما تواجه اي مشكله؟ لا ما نواجهش الحمد لله، ما فيش مشاكل الحمد لله. بارك الله فيك طه، شكرا. برضه متواصل بمشاهدينا كان في لقاءاتنا، تعرفوا عليك؟ علي عمران صفار. علي اليوم طبعا انت يعني احد طلاب الشهاده العدديه، من بديتوا يوم الاحد هل في مثلا عندكم مشاكل يعني اي مثلا ملاحظه حتى كطالب انت لاحظتها مثلا سواء في المدرسه او في المعلمات سواء في الاسئله في جميع النواحي؟ لا هي مشكله تضليل بس انت انك ما تطلعش من الدائره هي بس، يعني باقي الاسئله سهله يعني كويسه. واجه مثلا واجهت فيها مشكله قصه التضليل ولا هي التضليل هي اللي فيها مشكله بسيطه يعني؟
تحب مثلا ان احنا ممكن حتى مديره المدرسه قالت ان يا ريت يرجعوا للاسئله الاولى اللي هي تكون كتابيه وكذا، على الاقل حتى يعني حتى الطلبه ما عادش يعني انتم ما عادش تعودتوا على الكتابه وتعودتوا بس على التضليل، هل ترى فعلا ان المفروض الاسئله يرجع زي ما قبل؟ في حتى اللي ما يقرعش يعني ويقول لك تضليل يدير هيك تضليل وخلاص يعني حادي بادي سؤال حادي بادي. أيوة. حتى انت كزملائك تحس فيهم ان هم ما عادش بدو يقروا زي قبل من قصه الاسئله، يعني تحس ان الاسئله مدايره اشكاليه. انا من اليوم تو انجليزي يعني في اللي مش فاهم شيء نشبح يشبح الحيطه بس يعني يشبح الكراسه، وفي اللي مش حالين بكل تو. هل مثلا الاسئله كانت واعره كانت مركزه هلبه؟ يعني شنو رايك في الاسئله من اليوم الاول للان؟ لا لا كويسة، هي غير النحو فيها يعني من وسط الدرس يعني مش أسئلة يعني. هذا هو. كانت مركزة شوية يعني؟ يعني شوية بس مش هلبة يعني اللي قري يحلها. واليوم الإنجليزي؟ لا سهلة كويسة. سهلة يعني بتاع اللي قري يحل. واللي مش قري بيديرها هذه بعدي. طيب احنا ندوي معاك كطالب. ما تحسش مثلا في اللجنه مرات يصير تسيب، مرات يصير المراقبه مثلا ترخي شويه يعني؟ لا لا. حتى وانا في لجنتي لا ما فيش يعني شيء من الكلام. قبل كانت فيه؟ لا ما شفتش يعني من يوم لحد من يوم جيت. لا لا ما اقصدلكش من يوم لحد، من قبل يعني قبل قصه التضليل وقبل حتى في السنوات اللي فاتوا ما واجهتش اي مشكله في الموضوع هذا؟ لا لا يعني ما فيش يعني متشددين. شكرا لك. عفوا. أحمد تركي. أحمد أنت طالب في الشهادة الإعدادية، اليوم عندكم مادة إنجليزي، يعني بغض النظر عن مادة اليوم، من يوم الأحد لما بديتوا هل واجهت أي مشكلة مثلا في الإجابة مثلا في المقاعد كل شيء تمام؟ الأسئلة صعبة بس اليوم الإنجليزي، لكن الباقي تمام في الإجابات، سهلات أيامات اللي فاتوا امتحانات. حتى النحو مثلا أموره تمام كانت معاكم برغم أن مثلا في مدارس ثانية صارت فيها مشاكل في النحو؟ لا لا تمام عندنا. يعني الموجودين هنا هل مثلا لاحظت انت كثر لاحظت مثلا حالات غش كذا محاولات مثلا؟ لا الاسئله في الايام اللي فاتوا سهله ما فيهاش مشكله؟ سهله ما فيهاش. المراقبات كمراقبات مثلا قبلت متشددين عليكم مثلا كويسات معاكم يعملوا فيكم كويس ولا في مثلا في مشاكل معاهم؟ لا يعملوا فينا كويس تمام. طيب تمام بارك الله فيك. فيك بارك الله. عائشة عبد الله التونسي، مديرة مدرسة محمد محمود بن عثمان ورئيسة اللجنة داخل المدرسة. اليوم يعني بغض النظر عن اليوم طبعا قبل ما نوصل في اليوم، بداية الامتحانات يعني من يوم الأحد وتجهيزكم للجان والأم، يعني احنا لاحظنا حتى ازدحام في 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 الفصول، يعني نبغى نعرف في البداية يعني قديش عندكم طالب وقديش عندكم لجنة وقديش عندكم ملاحظ أو مراقب. طبعا بالنسبة لمدرسة محمد محمود بن عثمان عدد الطلاب الصف التاسع اللي مشاركين في إتمام مرحلة التعليم الأساسي 73 طالب، مشاركة معنا مدرسة شهداء النوفليين ب 46 طالب، عدد اللجان كلها 8 لجان، عدد الطلبة الممتحنين مع بعضهم بين شهداء النوفليين وبن عثمان 119 طالب. طبعا عدد اللجان احنا عندنا 15 المقعد، في كل لجنة 15 طالب. 15 طالب يعني ما هيش هذيك الازدحام، يعني 15 طالب في كل لجنة. طبعا عندنا ملاحظين من نفس المدرسة يلاحظوا على المعلمين. طبعا الامتحانات من أول يوم الحمد لله صارت سيرها الحسن، يعني بصدق الطالبة أول يوم تربية إسلامية كانت الأسئلة في متناول الجميع وميسرة ومسهلة وجاوبوا عليها الطلاب. يوم النحو كانت مركزة شوية ولكن تغلبوا عليها وتجاوبوا. القراءة والنصوص كانت كويسة، لكن اليوم بالنسبة لمادة الإنجليزي مادة صعبة اعتبرناها، الطلبة كلهم اعتبروها فوق من مستواهم، رغم أنهم ربما يعني نتيجة الخوف نتيجة أنهم هم من اللي شبحوا الأسئلة انهلعوا خافوا ابتبكوا ما عادش قدروا يميزوا شنو هي الأسئلة. بقول كل الطلبة إلا في داخل اللجان تبكي وبس، على أساس أن بعد ما هاون شوية وذكروا الله في نفوسهم حاولهم، لكن مع هذا كله وهي الأسئلة صعبة 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 بالنسبة لأسئلة الإنجليزي اليوم اليوم الثلاث يعني. طيب تمام،
في نظرك الموضوع هذا شنو الحل لي؟ هل تعتقد ان اشراك الأساتذة او المعلمين في المدارس او اللي ليهم احتكاك يعني مباشر بالطالب، يعني اشراكهم في عمليه اعداد الامتحانات، يعني هل تريه انه مهم جدا؟ يعني فعلا فعلا بصراحه والله من وجهه نظري ان وزاره التربيه والتعليم وقسم الامتحانات ياخذوا راي المعلمين اللي محتكين بالطالب وعنده خلفيه كامله عن المنهج وشن هو المنهج، اقل ما فيه يعني يحاولوا انهم يختاروا مجموع المدارس اللي موجوده، يختاروا من كل معلم مثلا سؤالين في نفس الماده والمنهج اللي درسه، بما انه يعرف المنهج ويعرف عيوبه ويعرف خلفياته وعارف مستوى الطلاب متاعه، ياخذ من كل مدرسه معلم يضع عليه سؤالين والا ثلاثه ويجمعوا مجموعه من الاسئله، وفي النهايه وزاره التربيه والتعليم ولا قسم التفتيش يختار من الأسئلة اللي وردتها من المعلمين ويضع منها أسئلة مرحلة إتمام، يعني أقل ما فيه، لأن المعلم هو المرتبط بالطالب أكثر من أي حد من خارج العملية التعليمية يضع الأسئلة، باش أقل ما فيه يعرفوا مستوى الطلبة ويعرفوا اللي يعني اللي صعب على الطالب واللي يستهزله ويقدر يعني، بحيث أن تكون أسئلة مباشرة ما هيش أسئلة غير مباشرة للطالب. بغض النظر عن قصه الاسئله، في المواضيع الثانيه، في المواد، في الاوراق، في وصول اسئله الامتحان في وقتها الى المدرسه، هل واجهتوا اي مشاكل في الامور هذه؟ لا والله الحمد لله رب العالمين لحد الان تمام 100%. طبعا استلموا في الاسئله في المكان الكويس، له ما هوش بعيد وله قريب، يعني في مدرسه من مدرسه الفيحاء، نستلموا في الاسئله في الموعد محدد لها 7:30 تكون الأسئلة موجودة عندنا، ما تجي الساعة 8 نوزعها على الطلاب، الأوراق تمام، ما عندناش نقص، ما جتناش للآن اليوم 3 أيام ما جتناش ولا ورقة في الأسئلة ناقصة ولا ورقة إجابة لأي طالب، تمام بصدق يعني، بارك الله فيهم ونشكرهم على تعاونهم يعني. هل مثلا يعني موضوع الأسئلة التضليلية هل تريه أنه هو فعلا مناسب للطلبة؟ خصوصا جتنا حتى ملاحظات وخذينا حتى ملاحظات ان ما عادش عوده الطلب ان هم يكتبوا، ما عادش اثرت في الاملاء، اثرت في اللغه العربيه. ايضا موضوع ثاني، موضوع الغش، يعني هل ترى بان الاسئله التضليليه قللت من نسبه الغش؟ فعلا بالنسبه طبعا كاسئله وبالنسبه كراي لي يعني كراي الشخصي انه فعلا اسئله كويسه. الإجابات والتصحيح الإلكتروني ممتاز جدا، صح هي قلت من الطالب أنه هو يعطيه عملية تمرس أنه هو يكتب، وفعلا هذه حاجة، لكن كأسئلة وهي كويسة وشاملة والطلبة يقدروا استوعبوها وقدروا أنهم يجاوبوا عليها، وفي نفس الوقت قلت عملية الغش، علاش؟ لأن كل طالب في اللجنة كل واحد الأسئلة متاعها مش نفس أسئلة زميلة، يعني تستصعب عملية الغش، والحمد لله السنة هذه الامتحانات راهي فكرة ممتازة أن كل مدرسة ومدرسينها وطلابها وإدارتها أن هي تتولى عملية الامتحانات كأن عملية النقل، راهي ممتازة ممتازة جدا جدا بصراحة بصدق، قلت من عملية الغش قدر المستطاع. هذه اخذناها حتى من مديرة مدرسة، يعني مدير المدرسة اللي كنا فيها اللي هي مدرسة 15 طير أو 20 أغسطس، وقالتها يعني الملاحظة هذه. يعني هل ترى فعلا ان هي هذا جانب ايجابي؟ بس في اللي يراه مثلا جانب سلبي في كون ان المعلمين، هذا ما هوش راي هنا يعني، راي اخر يعني، ممكن يكون ان نفس المعلمين نفس الطلبه ونفس حتى يعني اللجنه وهيك، فممكن يخافوا ان تكون في يعني استسهال في المراقبه او شيء من هذا. لا المعلم هو المعلم يعني بيراقب على الطالب سواء كان داخل مدرسته ولا خارج المدرسه، والملاحظة أمانة ومخافة رب العباد قبل أي حاجة تانية. نحكي طبعا عن نفسي وعلى مدرستي وعلى مدرسيني بصدق يعني. احنا بالنسبة للمعلمات بيراعوا الطالب، ما الطلاب هل يتساوى الطالب الممتاز بالطالب اللي يلعب في الشارع بالطالب اللي يقرأ وكابع على قرايته ويصفر الليل؟ ما يجيش منه. فاحنا بصراحة الغش ما عندناش بصدق. والله بارك الله في الجميع وبارك الله فيكم انتم قناة ليبيا الأحرار، وإن شاء الله ربي يكون معاكم ويعاونكم، وشكرا لكم وشكرا لكل المسؤولين اللي سيروا في الامتحانات، وبارك الله فيهم وإن شاء الله ربي يعاون. شكرا لك. وإن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب بعون الله. عفو. هداية عبد الباسط الحامدي. هداية، أنت طبعا كطالبة بغض النظر عن أسئلة اليوم، أنت من بداية يعني من بداية الامتحانات وأنت طالعة من الحوش وجاية للمدرسة بتمتحني،
هل مثلا في اي شيء مثلا عرق لك في انك انت مثلا تجي وتجاوبي وتكوني يعني في ذهنيه كويسه وتكوني مستريحه في الاجابه؟ هل في اي شيء، اي مشاكل مثلا في اي موضوع من المواضيع؟ لا الحمد لله. يعني اسئله النحو طبعا جد اركز من اسئله الانجليزي، هو الانجليزي جتنا مركزه شويه وتبي تركيز شويه. وكل سنه وطيبين. ما زال ما بس نسالك سؤال ثاني، كمراقبين يعني ابلات، يعني هل تعتقدين ان هم كانوا كويسين مثلا ساعدوكم؟ مثلا هل في ايضا حتى مثلا معلمه قرتكم الاسئله وضحت لكم، ولا ما عادش في قصه قراءه الاسئله؟ لا الحمد لله، نشكر جميع الابلات اللي شرفوا علينا في اللجنه. شكرا لك، بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه ليبيا لكل الاحرار، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج المنبر. حاليا نحن موجودين في احد المدارس، وحاولنا اليوم من خلال مدرستين اللي هي مدرسه يعني مدرسه 20 اغسطس اللي هي 15 طير ومدرسه محمد بن عثمان، ان احنا نقفوا فعلا على عمليه الامتحانات الشهاده الاعداديه من خلال حتى المعلمات وكافه اللي اخذنا معهم لقاءات وحتى الطالبات. بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام حلقتنا من برنامج المنبر. هذه تحياتي انا معتز الخريف، بالاضافه الى المصور صفوان عواده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.